بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم عن موضوعات التفريغ، موضوعات التفريغ اللي هو الاستنزاف. طبعا موضوعات التفريغ هذه نوع من أنواع الطباعة اليدوية، طبعا لها نقوم بعمل قالب لها الأول، نعمل لها على يكون على ورق مقور مثلا، أو هو يعني ماخذ لون يتغلغل في داخله، ورق أشعة على الاستخدام وعلى ورق على أغلفة بلاستيكية، أي شيء هو بداله لو ما يتغلغل. طبعا يستخدم على أسطح كثيرة، منها الجدران والخشب واللوحات الورقية والقماش وغيرها. فن الطباعة التفريغ الاستنسل يعتبر طباعة التفريغ الاستنسل من الفنون الشعبية العالمية، والذي يتناول زخرفة الحوض. وقد نشأ هذا الفن كبديل للأوراق التي استخدمت في زخرفة الحوائط، وأنها تعتبر غالية التكلفة إذا ما قرنت بالاستنسل. ثم استمد ثم ابتدى استخدامه ليشمل مختلف قطع الأثاث والبوسط والملابس والحقائب وغيرها. طبعا استخدموا في الأقمشة والمنسوجات أيضا، وعلى الجدران وفي اللوحات العادية الورقية، استخدموا في أشياء كثيرة. طبعا في درس أبطال معمول سجل عن كيفية استخدام ورق الاستنسل هذا والزخرف الاستنسل المفرغة، وكيفية طباعتها وصدمنا ألوان في ضوء روكا أسفل هذا الفيديو في الوصف. فأتمنى أنكم تشوفوا يعني، وإذا عجبكم لايك واشتراك في القناة. تأمل البيئة من حولك باحثا عن طباعة التفريغ والتقط صورا لها. لا نشاط يعني تنظر حولك تشوف الأشياء اللي ممكن تكون معمولة بالاستنسل. ما هو الاستنسل؟ تعرف الاستنسل؟ الاستنسل هو مصطلح أجنبي، ومصطلح أجنبي يطلق على كل سطح مستوي غير نافذ للألوان. سطح مستوي غير نافذ للألوان زي ما قلنا، الأوراق البلاستيكية زي اللي هي لا لون لا تغلغل داخلها ولا تشبع بها. عليه نافذ الألوان، عليه فقور مختلفة الأشكال والأحجام. زي ما احنا شايفين بالشكل هذا، الفراغات الموجودة عندنا هذه الأشكال، الفراغات هذه هو ده اللي الأشكال اللي بنستخدمها. ويصنع عادة من ورق السميك المغطى من كلا الجانبين بطبقة من شمع الجرافين ليصبح غير متشرب للماء، غير متشرب للماء أو للماء. كما يمكن استخدام الصمغ الأبيض أو الورنيش ثم يطرح ليجف قبل نقل التصميم إليه وتحويله. بشغل طبعا نجيب الورقة، نبدأ نعمل تصميم عليها ونفرغ لها. هذا ورق السميك، وضع المادة العازلة عليه وترك المادة العازلة تجف، وبعد كده تدخل إلى التصميم. بدأ الاستنسل. جميع الخامات المسطحة وغير نافذة للألوان هي خامات صالحة لعمل الاستنسل، كالرقائق، الأشعة القطبية، غرفة الملفات، التجليد اللاصق، الشريط اللاصق، المفارش البلاستيكية المتطلبة وغيرها. في هنا بقى عندنا حاجة اسمها السالب والموجب في طباعة التفريغ. صار كده السالب اللي هي الأرضية والموجب اللي هو الشكل. التصميم في الطباعة يتكون عادة من شكل وأرضية، شكل وأرضية. الشكل هو العنصر الموجب في التصميم. الشكل، شكل الورقة مثلا هذه إذا قمنا بتفريغها هو ده الشكل الموجب، خلاص هو ده الموجب. أما الأرضية فهي العنصر السالب. طب إذا قمنا بتفريغ الأرضية إذا إحنا كده عملنا العنصر ده السالب. لكن هذا الشكل الممدد ده العنصر الموجب، لان احنا عملنا الشكل ورق نفسه فقررنا ان ده تفريغه، لان هي اللي هتطبع، هي اللون هيجي عليها هي وتطبع هي. وعند الرغبه في الحصول على طباعه التصميم باستخدام الاستنسل يجب ان يكون التصميم مفرغا عن الاستنسل، اي انه في حاله الرغبه في الحصول على تصميم موجب يجب ان يكون الاستنسل سالب والعكس صحيح. كما نرى بالشكل هذا أداة التصميم الموجب الطباعة بواسطة الاستنسل للحصول على الطباعة الموجبة. طبعا عايز طباعة موجبة فلازم تفرغ الشكل نفسه.
بره الشكل نفسه. طيب عايز تبقى سالبه يبقى بنطلق الشكل المتكرر اللي حوله. هنشوفها هنا في التصوير هذا. طبعا هنا الارضيه هنا هي المفرغه للارض هذه الشكل هذا اذا الورقه لم تفرغ. طبعا لما تيجي تطبع اثر اللون يجي عليه هذا هو الارضيه. طبعا جزء بالشكل هذا ما جاء عليه لون. اذا هذه الطباعه سهله، الطباعه سهله لان طبعا الارضيه ماشيه. مقارنة تصميم الطباعة الناتجة والستنسل تلاحظ أن تصميم الطباعة سرير هنا والستنسل هنا. خامات وأدوات طباعة التفريغ، الستنسل يمكن أن يجهز كما شرح سابقا ويمكن استخدام بدائل سابقة الدك بالإضافة إلى وجود مجموعة واسعة من الستنسل الجاهز في المكتبة. طبعا موجودة هذه، طبعا المجموعة هذه موجودة في معظم المكتبات وأكثر من كده كمان. طبعا أشكال كثيرة سبب اعتبارها تصميمات ممكن تصميمات زخارف نباتية إسلامية أو زخارف هندسية، كل اللي أنت عاوزه هتلاقيه موجود في أشكال التفريغ الإستنسل هذه. تقدر تطبعها باستخدام الألوان الأكريليك معاها الإسمنت. طيب سطح الطباعة يمكن تطبيق طباعة التفريغ على مختلف الخامات كالحوائط والخشب والزجاج والمراية والأقمشة. طبعا كل خامة ممكن يكون نقدر نستخدم عليها لون أو نوع من الألوان مختلف. غالبا الأخشاب والمعادن والكلام ده بنطبع عليها بالألوان الزيتية أفضل، بنطبع عليها بالألوان الزيتية أفضل تثبت عليها. ممكن الأقمشة والورق وكذا ممكن نستخدم عليه الألوان اللي هي الأكريليك تكون كويسة. أسطح طباعية مختلفة زي ما شفنا كده، هنا عندنا أقمشة، في هنا إزرار، هنا خشب، خلاص هنا مرايا زي ما شايفين هذه كده. طبعا الألوان مختلفة وطبعا بتستخدم ايه نوع اللون. الألوان يجب أن تكون الألوان المستخدمة للتطبيق على أساس الكثيفة وذات وسط مائي أو زيتي، وتتوفر منها الألوان الكثيفة في القوام وألوان مضغوطة بالإضافة إلى ألوان البخ. طبعا عملت أنا عندكم في الفيديو إن شاء الله أنا نزل الراوت بتاعه اسفل الفيديو هذا، موجود فيه طبعا طباعه باستخدام الالوان الاكريليك على فلين، وشفنا نشوف الادوات مع بعض اللي بنستخدمها ووحده الستنسل الموجوده وكيفيه عمل طباعه هذه الوحده. طبعا عندنا الادوات المطلوبه هنا باليت استخدام وضع الالوان فيها طبعا الشفط اللاصق طبعا بيثبت الستنسل يكون موجود عندك، فرشاة المدق، أو طبعا أنا بالنسبة لي بفضل الإسفنج هذا، الإسفنج بالشكل هذا يكون جيد شوية. الفرش نوع يأتي برأس إسفنجي زي هذا كده، كما يمكن يستخدم الرول أيضا، يمكن يستخدم الرول طبعا يكون بدي يعطي نتائج جيدة، لكن لازم اللون يكون فيه خفيف، يعني ما يفرش اللون. الطريقة الصحيحة لاستخدام المدق طبعا هتشوفها في الفيديو ايضا شرحتها ووريت لها في الفيديو. الطريقة المستخدمة الصحيحة ان انت بتنزل عمودي كانك بتدق على شيء. طبعا قلنا يجب التأكد من عدم وجود الوان فائضة ظاهرة على شعارات عدم وضع اللون بكمية كثيرة، طبعا هتشوفها في الفيديو ايضا. طبعا هذه ممكن نستخدم بعض في التفريغ بلون واحد، ممكن نستخدم لون واحد او كذا لون. هذا المفرش وجدناه واستخدمناه في لون طلع بالشكل هذا. في نماذج كثيره ايضا من طباعة التفريغ الاشكال البلاستيكيه ايضا. هاي عدد التصميم كده بتتفرغ ترسم التصميم وتفرغ وتقصه بالشكل هذا وبعد كده تطبع بالشكل هذا. طبعا درس سهل يعني ان شاء الله وممتع وطلع نتائج كويسه ان شاء الله باذن الله، واستمتعوا بيه وشوفوا الفيديو ان شاء الله باذن الله. اذا اعجبكم تابعوا لايك واشتركوا في القناه، يا رب تكونوا استفدنا من هذا الدرس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.